ختام حلقتنا سلمى رح نركز فيه على موضوع اكيد ما فينا لا نتجاهله ولا نمر عليه مرور الكرام، طبعا كل هي مشاهد العنف اللي كنا عم نحكي عنها سلمى من الصبح، وكل هي المجازر وتصرفات الوحشيه من الاحتلال الاسرائيلي اليوم، اكيد الاطفال ان كان بسوريا او حتى بالبلاد العربيه المجاوره اكيد عم يشوفوها ويلمسوها. اما شو تاثير مشاهد العنف اللي يمكن احنا ما عاد فينا نخلي اطفالنا بمعزل عنا، كيف نقدر نتصرف معه؟ رح نحكي عن هذا الموضوع اكيد يا سلمى بالتفصيل. صحيح فرح، يعني خلال الأيام الماضية المستهدف الأساسي كان بغزة هن الأطفال، وأيضا كان الأكثر ترويجا وانتقال للمشاهد بهي الحرب واستخدام بطريقة سيئة هي للأطفال. وأيضا نحن اليوم ما فينا نقفل الشاشات قدام الأهل، يعني أنه يمنعون يتفرجوا، حتى لو منعون يتفرجوا الموبايلات صارت عم بتطلع هي الفيديوهات وعم تنقل هي الصور. خطورة هذا الشيء نفسيا على أطفالنا، وكيف ممكن نتعامل معهم لحتى نفهمهم شو ممكن عم بيصير، وغير كثير من الأسئلة يمكن بتدور ببال الأهل، كلها رح نجاوب عليها طبعا مع الاختصاصية رندا علي ديب، وهي اختصاصية اجتماعية وأيضا تربوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك رندا. اليوم يعني موضوع كتير صعب إن كان على الأهل أو حتى الأطفال، ويمكن أسئلة كتير بيطرحوا الأطفال. كنت عم قلها لسلمى قبل شوي إنه ابني مثلا هو بعمره كتير صغير، فعم يسأل إن كان من خلال تواصله مع رفقاته بالمدرسة أو حتى المشاهد اللي عم بيشوفها على التلفزيون، شو عم بيصير، ليش كل هاد. فاليوم تأثير أول شيء بالعموم مشاهد العنف اللي عم نشوفها على الأطفال كيف عم بيكون؟ هلا عم تختلف حسب البيئة والتنشئة الأسرية، وعم تختلف باختلاف ردود فعل الأهل لهي المشاهد، وباختلاف تأثيرها على الأهل أولا، لأن الطفل بخصوصي تحت عمر الست سنوات هو دائما شخص منمزج لأهله، يعني بيقلدهم بكل التفاصيل حتى بردود الأفعال. أما فوق الست سنين مثل ما ذكرتي ممكن يكون في عنده أسئلة موجهة أكثر، لبين ما يوصل لهي الأسئلة الموجهة بيكون في فترة الأسئلة اللي مثل ما قلتي إنه شو عم بيصير، شو في، ليه في هيك. دائما نحن بنطرح فكرة الخير والشر وبنحكيها بشكل بسيط وبدون تعقيدات. نحن أكيد ضروري نحن نبعد أطفالنا عن هاي المشاهد قدر المستطاع، لأن نحن ما فينا نراهن على نفسية الطفل وصحته النفسية والهشاشة النفسية اللي ممكن هو يفاجئنا أنه هو عنده إياها. هلأ نحن هون بيجوا الأهل بيسألوا أنه أنا كيف طفلي ممكن يكون عنده هشاشة نفسية أو صحة نفسية، بيتمتع بصحة نفسية جيدة، نفسيته صلبة بيقدر يتحمل. أنا هون بقول لها بيرجع الموضوع، لأن بشوف جزء منه أساسي هو بالوراثة وبالتنشئة الأسرية بالبيت. لما الأم بتكون شخص قلق، لما الأم بتكون بتابع كل تفاصيل ابنها، فهو طلع عندي أنا طفل اعتمادي، صار ما بيعرف يستقل بنفسه بأي شيء، بينتقل من بعدها ليصير عنده قلق بعدم وجود هذا الشخص الداعم له اللي هو والدته، فبينتقل بقى بتتفرع الموضوع، بصير في عنده قلق اللي هو بصير غير مبرر، أو بصير عنده خوف ما له أي داعي، ممكن يظهر بتصرفات، ممكن يكون مبالغ بردود فعله، أو يكون شخص انسحابي من كتر ما عنده القلق، بيظهر بجانب معين أو اجتماعي أو شخصي. فبيظهر عنا كتير نحن هون تفاصيل هي بتدل الأهل أنه هذا الطفل قلق، ما بالك لما تكون الأم هي أساساً شخص عندها تربة خصبة للقلق، فهي هون ما حتقدر تميز ابنها، حتشوف اضطرابات بالأكل، اضطرابات بالنوم، تغير فيزيولوجية الجسم، ببلش بقى بده فجأة إذا سمعت حي الله صوت بده يصفر، إذا أي شيء كان ممكن ينقذه يرعبه يعطيه رد فعل خوف غير مبرر. هذا كله لازم الأم توقف عنده وتشوف قد ايه مدى تكراره، قد ايه مدى استمراريته، وقد ايه الشده تبعه، يعني هل هو عم بيكون مبالغ لاي درجه فيها، وهل هي مستمره لوقت ولا هي متقطعه. اكيد. طيب استاذه رندا، يعني اليوم ممكن يكون في محاوله من الاهل انه هن ينظموا شوي شو عم يطلع قدام الاطفال على التلفزيون، يمكن بيبعدون شوي عن المواقع التواصل الاجتماعي، بس بالنهايه رح يتسرب جزء. آلية
التعامل مع هذا الجزء اللي عم يسرب للطفل، بعض الأسئلة الغريبة اللي أحيانا ممكن بيسألها، كيف بده يكون ردة الفعل من الأهل؟ هلأ بشكل فطري ما بيكون في جذب لأنك تتابعي هيك مشاهد. الأطفال حالة واحدة اللي هي ممكن تخليه يشوف هو الفضول، لهيك الأم تشبع هذا الفضول بدون ما تخليه يتابع خصوصي مشاهد العنف، تحاول قد ما تقدر تبعده عنه وتغني له هذا الفضول بالحوار بالحديث. ممكن إذا كان طفل كتير من الأطفال الفضوليين اللي كتير بلح على الأسئلة أو عشوائي بالعمر، ممكن ما تأرجي فيديو، تكون ترجع خطوة شوي لورا، ممكن مثلا صور، ممكن كمان هو الصور، يعني ما قصدي صور انه المشاهد العنف او التعنيف، ولكن انه مثلا تقول له انه مثلا بيتعرضوا لجروح معينة، هي ممكن انا بأرجيك كيف بيكون، كيف بيتداوى، في درجات لنوع الجرح ممكن يكون، لحتى بس تشبع له هذا الفضول، وبنفس الوقت تخليه ما عنده انه وقت هي تروح ام انا بتصير افتح وشوف او صير تابع اشياء. واذا كان من الاطفال اللي بيتابعوا هدول الاشياء ولو حتى من يعني بدون علم اهلهم، يفضل يكون في استشاره للطفل بسبب رغبته لانه يحضر هدول المشاهد. رندا، كرأي شخصي واستشارية، اليوم بتفضلي انه الام بتحاول قدر الامكان انه تبعد طفلة عن كل شيء عم بصير، حتى لو منقول تغييب بقصد انه نحن نحمي طفلنا، او نحن نحاول نقرب له الفكرة لحتى يفهم كل شيء عم بصير، لحتى ما يستقبل اي معلومة تكون مغلوطة ويتبناها طفلنا؟ هلأ دائما الكرب مع بعض الصدمة بيكون للأطفال وللأشخاص والمراهقين يلي هن عندهم بقلب الحدث، اللي هن عايشين الحدث أو هذا التعنيف أو هاي المشاهد صارت لأقارب أو أشخاص اللي بيرعون أو لأشخاص بيعرفون أو هن شايفين قدام عينهم هاي المشاهد التعنيف حسية عم تكون قدامهم. أما طول ما كان هو عم يشوفها خلال التلفزيون ولا خلال الموبايل ولا أي وسائل تانية، فهي وقع بيكون أخف بكتير ولا بتسمى كرب ما بعد الصدمة، يعني لا بيفوت بحالات اكتئابية ولا بيفوت بحالات مرضية. هي ممكن يتعرض لقلق معين بخوف أنه أنا ممكن أتعرض لهذا الشيء. أنا بغنى تماماً برأي شخصي، وبتوقع أنه في نسبة منيحة بتشاركني هذا الموضوع، أنه الأفضل أنا أحمي طفلي من الأشياء اللي ممكن تعطيه القلق الغير مبرر، ويكون قوي طفلي في ممكن ما يكون في أي مشاهد عنف، يكون الوضع كتير طبيعي وعادي. كتير مهم أنه أنا طفلي عوده على الاستقلالية، يكون تربيتي له متوازنة بالتنشئة الأسرية، لا في تعنيف ولا في أحياناً تعنيف بيكون من المنزل من البيت، صح. ما يكون في أساوة ولا لين دائماً، لا يخليه كتير صلب ولا أنا خليه كتير اعتمادي اتكالي، ثقته بنفسه ضعيفة، بالعكس يكون في توازن. دائما راجع كأم لكله متوافر، بقدر أنا أجيب المعلومات اللي بدي عن التربية الصحيحة، وبقدر أخذ الشيء المناسب لإلي. في قسم ما فيك تعملي كنترول على الأطفال، كمان هذا بيرجع للبيت، قديل كتير أطفال ممكن يكون في عندهم موبايل خاص فيهم، فيا هل ترى أنا قادرة أعمل هاي الحماية ولا لا؟ كتير يفضل أنه بعدهم قدر المستطاع. شو العمر المناسب رندا لحتى نحن نناقش طفلنا بهذا الموضوع، لحتى نحاول نقرب له الفكرة لو إن كان بكلمات وجمل مبسطة لحتى يفهم كل شيء عم بيصير حواليه؟ لحتى يفهم الشيء المجرد بالتعليم. دائما أنا عندي عفواً التعليم لحتى أعلم أي شخص طفل هو بينتقل من الحسي شبه المجرد للمجرد، فأنا مشاهد العنف هي شيء مجرد بالنسبة له، عم بيشوف النتيجة ما عم بيشوف الأشياء المفاهيم والأساسية اللي أنا عم تخليني. لهيك أنا بحاول دائما بسط له إياها، على ما أعطي معلومات خاطئة، أعطي معلومات بسيطة مناسبة للمرحلة العمرية. أمتى بجاوبه؟ لحتى هو يسألني.
وعلى قد سؤاله أنا ممكن جاوبه وأغني له أعمل له هذا الإشباع لحتى دائما أكون أنا المصدر الأساسي لمعلوماته، ما خليه يروح يبحث عن أشخاص تانيين ممكن يعطوه معلومات غلط. وإذا ما بعرف بقول له أنا ما بعرف، رح أعمل سيرش وشوف لك شو المعلومات وقل لك عليها. أكيد. طيب أستاذة رندا، في حال تعرض الطفل لمشاهد العنف وبشكل ما أو بآخر، مثل ما قلنا في بعض الأهالي بيحبوا بالعكس أنه يشركوا الأطفال من باب التوعية، ولكن هي ممكن يكون لها آثار جانبية. أكيد. شو هي الأعراض اللي بتظهر على الطفل اللي هو بيصير يمكن عنده حالات عنف من المشاهد اللي عم بيشوفها؟ أول شيء بيصير في اضطراب بالنوم، يعني ممكن أنا كتير انتبه لطفلي عم بيفيق كتير بالليل، عم بيتأخر لينام، كان ينام لحاله صار بده يعني أنا أكون جنبه. ممكن لقيل بيشوف أحلام معينة، غالب الأحلام بتكون خايف ولكن هو ما له متذكر شو المحتوى اللي مخوفه أثناء ما كان نايم. ممكن يظهر عندي اضطرابات بالأكل، أو بصير كل من ممكن تجي أثناء النهار يتوتر هيك فجأة، فمثلا بصير بيأكل زيادة، أو بصير ما بيعود عنده شهية للأكل. ممكن يظهر عندي بالتعنيف، ممكن الأطفال دائما بتعبر وبتفرغ بالألعاب وبالرسم، فممكن كتير شوفوا أنا عم بعنف ألعابه، أو ممكن عم بعيد مشهد معين مثلا يصف سياراته على أساس أنه هنن سيارات إسعاف مثلا. ممكن بنت مثلا تقعد تضمد للعبتها مثلا جرح معين، فممكن وحتى منشوف الأطفال بيلعبوا بطريقة بتفاجئك أنه هو كيف منتبه على تفاصيل أنت ما كنتي منتبهتي لأساسا أنت كراشد. لهيك هون أنا كتير صح راقب تصرفات طفلي قبل ما أنا أوصل لمرحلة أنه يقلق بالليل أو يخاف أو تظهر عنده ردود فعل مبالغ فيها. يعني ممكن أنا كتير أثناء الواجب سؤال ما عرف يحله، فممكن تلاقيه فجأة صار بلش يفرك بإيديه، بلش وشه يصفر، بلش دقات قلبه تسرع، فهو بلش يصير عنده حالات من الـ من الـ من القلق بلشت تظهر. وهي بتكون ما في موضوع تعنيف، هو بس فكرة انه ما عم يقدر يقاوم احباط انه هو في سؤال ما قدر يعرف يجاوبه. تصوري لوين ممكن انت تبين معك هاي التفاصيل للأسف. ممكن كمان اذا اخذتيه على مكان عام فجأة تظهر عنده هاي الاعراض، او تشوفي وشه انه هيك خايف، انه كأنه قاعد بمكان كل الناس غرباء فيه. كمان أنا هون لازم يستوقفني هذا الموضوع، أنه وخصوصي أنه ما يكون هيك قبل، يعني أنا لاقي هذا التغيير. ممكن كتير هيك أشياء بسيطة، اختلافات بالطفل عن قبل المشاهد وبعدها ممكن تعطيني هاي المؤشرات. مو غلط أبداً أني استشير وأسأل، وفي كتير ناس ونحن شفنا أنه كتير ناس عم بتساعد بمجرد أنا أحكي تليفون وأسأل أنه أنا هيك عم بيصير معي، في داعي لاستشارة ولا لا أموري بخير، أو أنا ما بقدر أجي مثلاً على استشارة معينة، هل ممكن تعطيني شوية نصائح؟ فهذا كله كل ما كان الموضوع خصوصي بموضوع القلق الناتج عن التعنيف أو عن كل ما كان الوضع والحل أسرع، أو انتبه للمشكلة بوضع أسرع، كل ما كان الحل مضمون وما عاد عندي للأسف القلق بيستمر لفترات طويلة وبيظهر كل مرة بشكل معين. رندا، حكينا عن يمكن أول حاضن للطفل هي عائلته، هي أمه، بس إذا بدنا ننتقل للمجتمع الآخر اللي هو مجتمع المدرسة كمان، رندا أنت مع أنه أنست الولد أنه هي تشارك طلابها يمكن بشغلات اللي عم بتصير بأسلوب مبسط لحتى كمان ما تنتقل هاي الأفكار يمكن بين ولد لتاني وتنتشر الأفكار الخاطئة أو حتى المشاهد الخاطئة، بتشوفي هذا الشيء كمان صح؟ هلأ كمدرسة أو كبيت تعني للطفل يفضل أنه تكون التدخل التوعوي أو لتخفيف القلق هو مثلا كيف نحن ممكن ننظم لحتى مثلا نهرب على ملجأ. فدائما الطفل بعيد عن المشكلة بيكون عنده هذا السؤال أنه كيف، ليه هدول مثلا مرضوا هدول لا، ليه في أطفال
صار عندها إصابات كبيرة مثلا أطفال لا. فنحن بنعلم أطفالنا بالمدرسة بالطريقة أنا كيف فيني أحمي حالي. كل ما نحن تعلمنا كنحن كبار انه انا كيف فيني فوت على مكان واحمي حالي فيه بغض النظر شو الموقف، كل ما كانت صحتي النفسيه صحيحه اكثر. فنحن ممكن كمدرسه او كمعلمه او كاداره ممكن حابه تعمل هي التوعيه، فهي تختص فقط بالجانب اللي انا مثلا رح نعد مثلا لثلاثه عن طريق لعبه انه مثلا نتخبى مثلا تحت الطاوله، اذا كان في مكان في ملجا شو يعني ملجا، كيف نحن ننظم بينات بعض، كيف اذا كان في زحمه ما نتزاحم بزياده، يعني هاي التفاصيل انه انا شو لازم يكون عندي مثلا اكل بالبيت. وقول يعني كثير مهم انا احدد انه هدول الناس هم بعاد عن الطفل تمام. ولكن في حال انت حابب تكون تتعلم لتكبر تصير مثلا اطفائي ولا شرطي ولا شخص بيرعى هيك مهام، فنحن رح نلعب هاي اللعبه ونبلش نشرحها. اكثر من هيك يفضل انه ما نعمم هذا الخوف خارج. اكيد. طيب رندا، كثير سمعنا بالفتره الماضيه بعض النصائح اللي بتقول انه مو صح نبعد اطفالنا 100% ومو صح نكذب عليهم، لا ما في شيء، هي فيديوهات مثلا فيلم محقيقة. او شيء او كذا مو حقيقيه، هذا مو دم، هذا مو دمار، هذا تمثيل تماما، هذا تمثيل، انه انا ابعده عن الواقع مشان ما يخاف من العنف، وبنفس الوقت او انا اقول له ايه عم بيصير هيك وكذا وكلنا رح نموت، ويعني اما التشاؤم للاخير او الهيفة. شو النصيحه اللي بتوجهيها بختام حديثنا عن هذا الموضوع؟ بكل بساطه بجيب خريطه وبارجي وين المنطقه اللي عم بتصير فيها الاحداث وين انا موجوده، شو في عندك خطط، باخذ منه افكار، شو في عندك خطط لنحمي حالنا، شو عندك افكار نحن نبعث لهم اياها، ما بتقدري انت تمنعي عنهم الموبايل او تمنعي عنهم التلفزيون يعني الا ما يشوف. يفضل مثل ما قلت لك انه ياخذ يتفاعل بقدر ما المعلومات الصحيحه منك لحتى تكوني المرجع الاساسي، ما تتعرضي لبعدين ليكون في عنده مرجع تاني غيرك. فيفضل ياخذ المعلومه منك بكل بساطه، لانه بس ليكتشف انه هذا مو تمثيل هذا حقيقه، ما بقت فاتي مصداقيتك معه. فبتشرحي له بطريقه بسيطه بدون اي تعنيف، انت جبتي الخريطه وارجيتي وشو رايك نحن نعمل خطه حمايه معينه ونبعثها فويس مثلا او ننزلها على الفيس لحتى الاطفال وقت تشوفها ممكن تصير تتعلم منك تحمي حالها. فهذا بالعكس انا نقلته من شخص مظلوم وخائف لشخص هو عم بيرعى او عم بيبادر او عم بالعكس رعت فيه شغله ايجابيه لبعدين. اكيد بدنا نشكرك استاذه رندا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله يا رب نقدر نحسن اولادنا من مشاهد العنف اللي عم بتصير، نقدم لهم فكره قد ما كانت مبسطه بس اكيد تحميهم. شكرا كثير لك. ضلوا بخير. شكرا لك ولوجودك معنا.